تعطيل التجار الصغار والمتوسطين لمسايرة التجارة الإلكترونية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد نائب. السيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تأطير التجار الصغار والمتوسطين لمسايرة التجارة الإلكترونية، وشكرا. شكرا السيد النائب. تفضل السيد الوزير. شكرا شكرا السيد النائب على هذا السؤال المهم. التجارة الإلكترونية اليوم هي فرصة ولكن أيضا تهديد بالنسبة للتاجر الصغير، بحيث أنه الناس ولاو كيستوردوا من جميع أنحاء العالم منتوج اللي كيدخل بدون أي مراقبة وكيتوزع في المغرب كامل، وهذا خاصنا نلقاو ليه الحل وكنشتغلوا باش نلقاو ليه الحل. بالنسبة للتاجر الصغير كاين كما تعلم اليوم عدد من المشاريع اللي كتشتغل على هذا الشيء. طلقنا قبل يومين منظومة من أجل إبداع حلول مغربية تكنولوجية في إطار المجال الإلكتروني لصالح البائع المغربي ولصالح المستهلك المغربي، حلول مغربية محضة، واليوم كنشتغلوا عليها. ثانيا كنشتغلوا ماشي على البيع، حيت البائع في المغرب التاجر كيبيع بصفة إلكترونية، ولكن على الاقتناء باش حيت كما كتعرفوا الربح في الشراء، باش نجمعوا هاد التجار ويوليو يشريو بأقل تكلفة في إطار رقمنة القطاع. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. في الصراحة الأجوبة ديالكم دائما كتكون في الصراحة والصميم، ولكن سيد الوزير كاين واحد المجموعة ديال المعطيات سيد الوزير اللي كتقول بأن التجارة الإلكترونية راه كتهدد المصالح ديال التجار الصغار بحال اللي قلتو. حتى شي واحد ما يقدر ينكر بأنه رقم المعاملات ما بين 2020 و2019 زاد 25%، ولكن هذا رجع أساسا لأنه كانت الكورونا، كان الكوفيد، كان حضر التجول، هو لأنه بدل غير النمط ديال الاستهلاك ديالنا. سيد الوزير، من ناحية ديال التجار التقليديين والتجار الصغار في إقليم طنجة كنحسوا بأنهم بحال هما محاصرين، حتى ديك البيع المباشر حتى هو ما بقاش عندهم. علاش؟ لأنه الماركات العالمية غزاو الأزقة والأحياء وما خلوهمش كيتعاملوا بالطريقة التقليدية كيف ما كانوا كيتعاملوا بالكارني، ودابا حنا غنقول لهم خصكم تتعاملوا بالطابليت. فهاد التحول راه هو كبير وكبير بزاف. وبلا ما نذكروا الظاهره ديال الفراشه، واخا حنا صراحه ما حنا ضد الفراشه، ما حنا ضد الماركات العالميه، وانما في ظل غياب قانون تاطيري لهاد المهنه ديال التجار، فهنا كيوقع التهديد ديال هاد المهنه هذه. كذلك كاين الدور الهام الاقتصادي والاجتماعي اللي كيلعبوا هاد التاجر الصغير، من حيث انه كيخلص الكرا ديالو، الكهرباء ديالو، ديك العمال البسطاء اللي عنده، الضرائب ديالو. كذلك من ناحيه ديال حمايه المستهلك كنفرضوا على هذا البائع الصغير الخدمه بعد البيع اللي ما كايناش متوفره في ديك لي بلاتفورم انترناسيونال، كتروح على بلاتفورم ما فيها رقم الهاتف لا ايميل لا حتى شي حاجه. واخيرا من الضامن الناحيه ديال الجوده ولا ديال السلامه ولا ديال الصحه، بحيث ان كاين مجموعه ديال السلع اللي كتهرى اللي كتهدد الصحه والسلامه ديال المواطن. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد الوزير. شكرا سيد النائب. بالفعل التاجر كيلعب دور اجتماعي كبير، من غير خلص الكرا ديالو كيخلص الكرا ديال الناس. 30% ديال التجار الصغار كيسلفوا الفلوس، ماشي غير كيعطيو بالكارني، كيلعبوا دور اجتماعي كبير، وهما في وضعية صعبة وحنا خاصنا نعاونوهم. كاين مشروع قانون اللي اليوم كنشتغلوا عليه، ماشي مشروع قانون باش نقصيو الكبير ولا باش نقصيو الموزعين الكبار الى اخره، باش ندمجوا بيناتهم، باش يكون عندهم الفرصه التاجر الصغير يشري بنفس الثمن كالتجار الكبار. كاين مشروع قانون اللي كنشتغلوا عليه، كاين ايضا الدعم اللي كنشتغلوا عليه باش يدوزوا من الكارني للطابليت. عندك الحق صعيبه، ولكن 70% 72% ديال هاد التجار كيتوفروا على هاتف ذكي ويمكن لهم يشتغلوا بالطابليت، وكنديروا لهم تكوين بالنسبة لهذا الشيء. علاش؟ ماشي باش نراقبوهم، باش نساعدوهم، باش داك الفلوس اللي عندهم برا نحولوهم للقطاع البنكي وهما يدخلوهم كاملين ويرتقوا بمستوى هذا الدكان ديالهم ولا يمشيوا لمحل اخر. شكرا سيد الوزير.